أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية من قناة ومنصة المشهد، والبداية من سوريا. ومع دخول التظاهرات السلمية في محافظة السويداء يومها 20، يتوافد اليوم أهالي القرى والبلدات المجاورة إلى ساحة الكرامة وسط السويداء مطالبين بتحقيق انتقال سياسي. هذه الاحتجاجات بدأت احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه السوريون في الداخل، وأشعلت فتيلها وصول أسعار البنزين والمحروقات إلى مستويات قياسية أوصلت المواطنين إلى حالة من اليأس. المرصد السوري اعتبر أن احتجاجات اليوم هي الأكبر منذ انطلاقها. إذن ما هو موقف دمشق من احتجاجات السويداء؟ لمعرفة التفاصيل أكثر ينضم إلينا من دمشق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي غسان يوسف. أهلا بك سيد غسان. 20 يوما من الاحتجاجات السلمية في السويداء والأنظار تتجه إلى الحكومة السورية، كيف ستتعامل الحكومة مع هذه الاحتجاجات حتى اللحظة؟ تحياتي لك أستاذ مالك والأستاذ المشاهدين. يعني سأجيبك، أنا كصحفي مستقل موجود في دمشق ويتابع هذه الأحداث طبعا، يعني لست في الحكومة، ولكن أنا أقول لك يعني إنما يعني أشعل هذه الاحتجاجات هي كانت مطالب اقتصادية، يعني بسبب ارتفاع سعر البنزين، وأيضا يعني بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار الليرة المتدحرج، ولذلك هو الموضوع اقتصادي بحت، معيشي بحت. يعني من خرج ليطالب بتحسين وضعه المعيشي، بتحسين راتبه، ربما تطورت الأمور، رفعت شعارات، ارتفع السقف، هذا يحدث يعني في المظاهرات، ولكن السبب الجوهري هو هذا السبب يعني الذي لكن أدى اسمح إلى لي سيد غسان، اسمح لي، البعض يربط أن هذا الإصلاح الاقتصادي لابد أن يكون مرتبط أيضا بإصلاح سياسي، يعني هو الفكرة بأن يكون هناك إصلاح سياسي حتى يكون هناك إصلاح اقتصادي على أرض الواقع، هذا ما يطالب به المحتجون اليوم في السويداء، أنه كيف سيكون هناك إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي؟ أستاذ مالك هذا صحيح، ولكن أنا أقول لك يعني هناك يعني انتقائية. يعني عندما مثلا تعرف أن على هذا البلد عقوبات تسمى قانون قيصر، وعقوبات مثلا تجدد سنويا على الدولة السورية من الاتحاد الأوروبي، وأيضا كل من يتعامل مع البنك المركزي يعاقب، وأيضا يعني هناك ثروات الدولة منهوبة، وأيضا يعني هناك مثلا بالتحويلات وغير ذلك، وعندما تخرج هذه المظاهرات ولا تنادي مثلا ضد الاحتلال التركي ولا ضد الاحتلال الأمريكي ولا ضد قانون قيصر ولا يعني ضد الإجراءات المتخذة ضد الحكومة السورية أو ضد الدولة السورية، تنادي فقط بمثلا تطبيق القرار 2254. طيب القرار 2254 يعني صدر في ديسمبر 2015، حتى الآن يعني لو كانت الدول جادة في تطبيق هذا القرار أنا أقول لك لكان تطبق، ولكن أنا أقول لك هناك ثغرة كبيرة في هذا القرار، يعني هو كان إشكالي رغم أنه الدول ما الثغرة في هذا ما هي الثغرة؟ ما هي الثغرة في هذا؟ الثغرة يعني الثغرة نعم يعني المعارضون أخذوا فقرة صغيرة من كلمتين وهي حكومة أو الانتقال السياسي، على الرغم يعني من أن أقرأ هذا القرار، يعني أنا قرأته حرفا حرفا،
لا يوجد فيه أبدا كلمة تقول بالانتقال السياسي البحت، يعني أن تنتقل السلطة مثلا من الحكومة إلى المعارضة، لا، هناك تشاركية، يعني يتفق الطرفان من الحكومة والمعارضة على تشكيل حكومة، وهذه الحكومة تقوم مثلا بكتابة الدستور، إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية. هم أخذوا كلمة الانتقال السياسي، وحتى من يتظاهر ومن يرفع شعار يعني هذا القرار لا يعرف يعني إشكاليات هذا القرار، ولذلك يقال هناك تفسير روسي وتفسير طيب أمريكي وهناك جميل. خلافات. لا اليوم دقيقة دقيقة أستاذ مالك، ثواني ثواني، تفضل. هذا اليوم سوريا منخرطة فيما يسمى اللجنة الدستورية، ومنخرطة كان في مباحثات جنيف، وأيضا في مسار أستانا، يعني الدولة السورية لا ترفض القرار وهي تسير في نهج الحل السياسي، وأيضا انخرطت في لجنة الاتصال العربية، ولذلك يعني إلقاء كل هذا اللوم على الدولة السورية أنا أعتقد فيه كثير من الإجحاف. طيب إذا تفضل. استمعت أيضا سيد غسان للهتافات في السويداء والشعارات المطروحة من قبل المحتجين، أغلبها تشير إلى أن سوريا واحدة بكل طوائفها، ويجب أن تكون الحكومة تشاركية، ويدعو إلى إجراء انتخابات نزيهة وانتقال سياسي وحكومة تشاركية. هل هذا الكلام اليوم منطقي قابل للتطبيق على أرض الواقع؟ هلا يعني بحسن النية قابل للتطبيق وغير قابل للتطبيق، لماذا؟ يعني لديك مناطق تحتلها تركيا وتتحكم في حياة المواطنين، وتقوم تركيا بعمليات التتريك وافتتاح مدارس تعلم اللغة التركية، وتقوم مثلا بتغيير أسماء المناطق والأحياء، وتقوم ببناء يعني مستوطنات على كامل الشريط الحدودي، فهذا المواطن السوري الذي يعيش ضمن الاحتلال التركي سيخضع لإملاءات هذه الدولة. لاحظنا أيضا في المقابل يعني مثلا المناطق التي تخضع لسيطرة قسد، كيف أن مظلوم عبدي رئيس يعني قسد وهو قائد قسد العسكري، يعني كيف خرج وتحدث وكأن هو دولة منفصلة عن الدولة السورية، وأن التعامل مع الاحتلال الأمريكي يعني شيء جائز، ولكن التعامل مع كما سماه مع النظام السوري هو تهمة. ولذلك كيف لك مثلا أن تجري انتخابات في هذه المناطق، أو أن تقوم ب مثلا انتخابات شاملة أو غير ذلك؟ أنا أقول لك أصبح الموضوع معقد، وأصبح الصراع الدولي واضحا، وأصبح الضغط على الدولة في هذه المناطق طيب واضحا، ولذلك يعني أنا يعني أقول لإخوتنا في السوداء، إذا كانت فعلا المطالب معيشية فهذا سيوصلكم إلى حل، أما إن رفعتم السقف كثيرا فأعتقد بأن يعني هؤلاء الذين يعيشون في تحت الاحتلال التركي والأمريكي هم يريدون أن ما يجرون الحلول هذه المظاهرة. المعيشية التي يمكن للحكومة السورية اليوم تقديمها للمحتجين في السويداء؟ طبعا يعني في النهاية لابد أن يحصل المواطن السوري على راتب يكفيه خلال الشهر هو وأسرته. ربما تكون هناك يعني حلول اقتصادية، وهذه تعود إلى الحكومة، وجهة نظر حكومة تشكل لجنة اقتصادية تبحث في هذا الموضوع، ولكن في النهاية يعني من مسؤولية الحكومة أن تؤمن الراتب الذي يكفي هذا المواطن لآخر الشهر، ربما يكون بوقف سعر يعني وقف تدهور سعر الليرة، أيضا وقف تدهور ارتفاع الأسعار، أيضا يكون بإيجاد وسائل اقتصادية جديدة، إنتاج زراعي صناعي، يعني أيضا مكافحة الفساد وترشيد الاستهلاك. الحكومة اتخذت خطوات لتحسين الوضع برفع الرواتب 100%، لكن في المقابل جاء رفع أسعار المحروقات، وهو ما أشعل فتيل هذه التظاهرات الأخيرة. اليوم نتحدث عن متوسط الراتب في سوريا 15 دولارا في الشهر. كيف سيعيش المواطن السوري اليوم ب 15 دولارا في الشهر؟ لماذا يعني لم تتخذ الحكومة هذا إجراءات استباقية بهذا الأمر؟ أنا قلت لك أستاذ مالك يعني هذا يعود إلى الحكومة وتقديراتها لهذا الوضع، ولكن رفع أسعار البنزين، يعني أنا سمعت التحليلات وأنا لا أتبنى يعني أي تحليل، سمعت التحليلات بأن يعني ليس كل مواطن مثلا يملك سيارة، ولذلك يعني رفع أسعار البنزين لن يؤثر على الشريحة الكبيرة، ولكن يؤثر على الأجور، يؤثر على النقل، يؤثر مثلا على
الإنتاج الصناعي على الإنتاج الزراعي. صحيح، يعني هنا لابد أن يعني أن ننوه إلى شيء واضح، وهو أن الدولة السورية فقدت ثرواتها النفطية، يعني التي كانت في الأساس، يعني عندما كنا قبل 2010 يعني كان البنزين مثلا بأسعار جيدة، وكان يعني أغلب المواطنين لديهم سيارة ويستطيعون أن يشتروا بيت من يعني بقسط من البنك العقاري إذا احتاج. هذا الأمر كان هناك توفر في يعني مصادر الطاقة. اليوم مصادر الطاقة هي خارج يعني طيب، الدولة يعني السورية، خارج سيطرة الدولة السورية. اسمح لي سيد غسان فقط لضيق الوقت، ما رأيك في الذي يقول أن الحكومة السورية سابقا كانت تعتمد على الدعم الروسي والإيراني، وبعد توقف هذا الدعم بسبب الأوضاع التي يعيشها العالم والأزمات المتتالية أصبح الأوضاع المعيشية متدهورة إلى هذا الحد، ولم تعد الحكومة السورية قادرة على تلبية مطالب الناس المعيشية؟ ما تعليقك بهذا الكلام؟ هذا ممكن، يعني انا اقول لك، لان اولا روسيا هي دوله صديقه لسوريا وتحالف استراتيجي، وهناك يعني قاعده لروسيا في اللاذقيه وايضا قاعده بحريه في طرطوس، وايران انخرطت الى جانب سوريا في الحرب على الارهاب، وكان هناك علاقات اقتصاديه كبيره. لكن هل كان هناك دعم كبير للدوله السوريه من الدولتين الصديقتين؟ واليوم صراحه ليس لي يعني معلومات كافية، ولكن أنا أقول لك بأن يعني سوريا موجودة في هذا المحيط، في هذه المنطقة العربية، من مصلحتها أن تكون علاقاتها مع الدول العربية علاقات ممتازة، لتشارك مثلا الدول العربية في إعادة إعمار سوريا، لتشارك في إعادة الاستثمار. يعني قبل 2011 كان هناك الكثير هل من الشركات الخليجية والأوروبية والأمريكية. تفضل أستاذ. لا سريعا فقط، هل توصد هذه الاحتجاجات الأبواب العربية أمام دمشق؟ باختصار إذا سمحت فقط، لا لأنه لا مضى معي أقل من لا لا دقيقة لا فقط. أعتقد أبدا، لا أعتقد أبدا، لسببين. الأول أن الدولة السورية عندما تعطي كلمة تلتزم بها، وخصوصا مع الدول العربية، وهي مشتركة في لجنة الاتصال العربية، وهي تشجع يعني الدول العربية، تشجع العلاقات العربية، وهذا معروف عن موقف سوريا. واضح. والسبب الآخر يعني أن هذه الاحتجاجات ربما تشجع البعض يعني الدخول اقتصاديا وإقامة مشاريع في الدولة السورية، واضح ومساعدة سيد الدولة غسان، السورية، أن يعني استقرار سوريا هو أنا من أشكرك استقرار الآن، المنطقة. أنا مضطر أن أشكرك الآن، شكرا لك من دمشق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي غسان يوسف على جميع هذه التفاصيل.